أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث مع أفضل تاني دور في 2009 بين بطل العالم السابق الروسي فلاديمير كرامنيك أمام ماجنوس كارلسون الذي كان في 19 من عمره وكان لاعبا ينطلق بسرعة الصاروخ. ولكن كرامنيك انتهز فرصة خطأ كارلسون الفادح ليلقنه درسا ولا أحلى، حتى أن كرامنيك في أحد لقاءاته الصحفية قال إن هذا الدور هو أفضل أدواره التكتيكية على الإطلاق. ولكن مهلا، فالفيديو القادم سنرى أفضل دور في 2009 بين هذين اللاعبين وكيف أن كارلسون قد رد الصاع صاعين لكرامنيك. ولكن الآن هيا نرى تألق كرامنيك. وقبل أن نبدأ أهدي هذا الفيديو للأصدقاء الذين وصلوا للحل الصحيح في الفيديو السابق كوين F5، يامن رحال، ميدو بيك، أحمد عبد الرحمن، محمد الماري، والصديقة من بهريم. كرامنيك بالأبيض وبدأ G4 ورد كارلسون D5، C4 جنبيت الوزير، E6 جنبيت الوزير المرفوض، نايت F3، نايت F6، نايت C3. وهنا الأسود لو لعب بيشوب B4 بنخش في تفريع راجوزين، لكن كارلسون فضل بيشوب E7. والأبيض أيضا لديه النقلة بيشوب G5، والأسود بيقوم بالتبييت، ولكن كرامنيك فضل بيشوب F4، وده التفريع التقليدي كسل E3 C5، هجوم هاوردز D C5، بيشوب C5، A3 طالب B4، نايت C6. وهنا لو الأبيض عاوز يلعب دور هادي بيصفي في الوسط بسي دي 5، ولكن كرامنيك بيعقد الدور بكوين C2 كوين A5، والأبيض هنا يستطيع التبييت الطويل وبنخش في دور مثير، لكن كرامنيك فضل روك D1 وبيهدد ببي 4 ويفوز بمادة، ولذلك الأسود تراجع بالفيل بيشوب E2 طالب التبييت. كارلسون فتح الدور بدي C4 والأبيض أخذ بالفيل، وفي هذا الموقف الأبيض أفضل قليلا فتعبئته أفضل، بينما الأسود بيعاني من تأخير تعبئته في جناح الوزير ولذلك بيهدد بE5 ويفتح الوتر لتعبئة الفيل، لكن كارلسون كمل بنقلة من النادر لعبها نايت H5 طالب الفيل، وكرامنيك أهمل التهديد وقام بالتبييت. وبعد الأخذ ومعاودة الأخذ الأبيض فتح العمود G6 بيفتح المربع G7 للفيل بعد الوصول للF6 G3، وهنا الجميع منتظر بيشوب F6، لكن لعب نقلة جديدة روك D1 بيتنافس مع الرخ على العمود دي المفتوح، وكرامنيك أخذ بتشيب. وهنا الاسود لو اخذ بالفيل هتكون نقلة ضعيفة، لان الابيض هيكمل روك G1 وبيصوب على الفيل، وبعد مثلا بيشوب F6 الابيض بيبدأ هجومه بنايت E4 طالب الفيل، والفيل بيتراجع، لكن هنا الابيض بيغزو معسكر الاسود بنايت D6 بيصوب على البيدق F7 وطالب النايت G5 والحصانين بيصوبوا على F7 وموقف الاسود اصبح صعب للغاية، ولذلك ما اخدش بالفيل انما اخد بالوزير، وكرامنيك اخد تمبو على الوزير بروك D1 طالب الوزير بيشوب D7، وبكده كارلسون بيربط الفيل على الوزير، لكن الابيض ليس لديه النايت E5 ليكثف الضغط على الفيل، ولذلك قام بفتح الدور بنقلة قوية F5 بيضحي ببيدق في سبيل فتح العمود E، لكن لو الاسود اخذ ببيدق الE
هتكون نقلة سيئة لان الابيض هيكمل بكوين بثري وبيعمل بطارية مع الفيل وبيصوب على الاف 7 وكذلك على البي 7 والاسود لا يستطيع التراجع بالفيل لحماية البيدق لان الفيل مربوط على الوزير وموقف الابيض افضل رغم تخلفه ببيدق ولذلك كارلسون ما اخدش ببيدق الاي انما اخد مضطرا ببيدق الجي وبكده تم فتح العمود جي وكرامنيك سعيدا للغاية لانه لعب كوين دي 2 بيكسب الضغط على الفيل والوزير متجه للمربع اتش 6 ليبدأ الهجوم وكارلسون رد بنقلة خبيثة كوين بي 6 بيترك الفيل لكن الابيض لا يستطيع اخذه والا روك جي 8 والوزير في المصيدة والاسود بيفوز ماديا وبالطبع كرامنيك ما اخدش الفيل انما كمل في خطته بكوين اتش 6 والوزير وصل بجوار الملك والرخ ما زال طالب الفيل والاسود تراجع بالفيل لحماية بيدق الاف 7 ودلوقتي لو قيمنا الموقف هنجد ان الابيض افضل كثيرا فيكفي مقارنة فيل المربعات الابيض مع مثيله الاسود لنجد ان الابيض افضل ولكن اللي بيزيد تفوق الابيض وجود قطعه نشيطة للغاية الوزير بجوار الملك والحصان مستعد للقفز لمساعدته بينما الرخ بيسيطر على العمود الوحيد المفتوح وبالفعل كرامنيك بدأ في هجومه بنايت جي 5 طالب ياخد على الاتش 7 بتشيك والمات في الطريق والاسود مجبر على اخذ الحصان وبعد الاخذ بتشيك الملك الاسود في حيرة فلو ذهب للمربع اتش 8 هتكون نقلة سيئة لان الابيض لديه النقلة القوية روك دي 6 بيربط الحصان على الوزير وفي نفس الوقت طالب كوين اف 6 والتضحية بالرخ على المربع اي 6 والاخذ بالفيل والملك الاسود هيلاقي صعوبات كبيرة واذا الاسود دافع بالنقلة كوين سي 7 طالب الرخ الابيض هيكمل بكوين اف 6 تشيك كينج جي 8 وهنا هيقوم بالتضحية المعروفة روك اي 6 وافضل دفاع للاسود هو التراجع بالوزير للمربع دي 8 وطرد الوزير الابيض ورغم ذلك لابد عليه من الدفاع المستميت حتى النهاية فربما ينجو ولكن الكارثة لو اخذ الرخ هياخد بالفيل بتشيك والنقلة الوحيدة هي البيشوب اف 7 لكن هنا الابيض حيفوز بنايت دي 5 طالب الوزير والوزير ليس له اي مربع على الصف لحماية الفيل ولو ترك الحماية الابيض بياخد بتشيك والمات في الطريق اذا الكينج اتش 8 لا تصلح وكارلسون ذهب للاف 8 وهنا لعب روك دي 6 طالب الكوين اف 6 والاخذ على المربع اي 6 والاسود لا يستطيع الاخذ لان البيدق مربوط ووجد ان افضل دفاع للاسود هو الذهاب بالرخ الى الجي 8 وطرد الرخ الابيض لكن كارلسون اقترف خطأ الاول والاخير في الدور بكوين سي 5 طالب الرخ وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو ومن هنا هتبدأ المتعة واعطاء درس تكتيكي لكارلسون وبدأ بكوين اتش 6 تشيك ودلوقتي الملك الاسود في حيرة فلو ذهب للجي 8 هيكمل كالمعتاد بروك اي 6 والاسود لو اخد هياخد بالفيل بتشيك وبعد بيشوب اف 7 هيلعب نايت دي 5 طالب الوزير لكن الاهم طالب النايت اف 6 تشيك والمات لا يمكن منعها اذا الكينج جي 8 لا تصلح والنقلة الوحيدة هي كينج اي 7 طالب الرخ ومن هنا تألق كرامنيك بنقلته الرائعة الاولى يا ترى ايه هي صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب
كرام نكمل بالنقلة الممتازة نايت بي 5 طالب الوزير وبيحمي الرخ وهنا أفضل دفاع للأسود هو التضحية بالوزير أمام رخ وحصان ويحاول الجهاد للوصول للتعادل لكن كارلسون كمل بكوين اي 5 وهنا جاءت النقلة التانية الرائعة بل النقلة التانية الفائزة من يجدها له مني إهداء وتقدير خاص صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب كرامنك لعب بي 4 طالب الوزير وبعد هذه النقلة الأبيض بيفوز في كل التفريعات فالوزير لا يستطيع النجاح مثلا للمربع بي 6 لأن الأبيض هيكمل بالخطة المعروفة روك اي 6 تشيك اي اف 6 كوين اي 6 تشيك وهنا الملك لو ذهب للاف 8 هيتلقى المات بكوين اتش 6 تشيك كينج اي 7 كوين دي 6 تشيك ميت ولو ذهب للدي 8 هيتلقى المات ايضا بكوين دي 6 تشيك والدفاع الوحيد هو البيشوب دي 7 وهنا هيلعب بيشوب اي 6 طالب ياخد الفيل بتشيك ميت والاسود ليس لديه غير التراجع بالحصان لحماية الفيل لكن هيتلقى المات في نقلتين بكوين اف 8 تشيك بيشوب اي 8 كوين اف 6 تشيك ميت اذن الوزير لا يستطيع النجاح ولذلك كارلسون مضطرا ضحى الحصان معتمد على ان الابيض لو اخذ الحصان هيفتح العمود للوزير للاي 1 بتشيك وربما الوزير يستطيع العودة للدفاع ولكن كرامنك احبط خطته بروك اي 6 تشيك اف اي 6 كوين اي 6 تشيك والملك لو ذهب للاف 8 هيتلقى المات في نقلتين بكوين اف 6 تشيك ولابد من التغطية بالفيل والابيض بياخده بتشيك ميت ولذلك ذهب للدي 8 وهنا كرامنك لعب نقلة رائعة كوين اف 6 تشيك ليس من اجل اعطاء كش للملك ولكن من اجل السيطرة على المربع اي 1 ومنع الوزير من الوصول اليه بكش وبالفعل بعد كينج سي 8 كمل ببراءة اي بي 5 طالب الوزير ومنعه من الكش وهنا كارلسون سلم لان لا جدوى من المقاومة فمثلا لو اخد بيدا البي 4 هيتلقى المات ببيشوب اي 6 تشيك والملك لو ابتعد هيلعب كوين دي 8 تشيك ميت وايضا اذا غطى بالفيل هيكمل كوين اتش 8 تشيك ولا توجد اي حركة للملك او حتى التغطية بالفيل لانه مربوط ولابد من العودة بالوزير والابيض بياخده بتشيك ميت اذا الوزير لا يستطيع الاخذ وربما افضل فرصه هي كوين دي 8 طالب التكسير بيشوب اي 6 تشيك والملك لو ابتعد هياخد الوزير بتشيك ميت ولابد من التغطية بالفيل وهنا كرامنك هيكمل بكشات متتالية بالوزير من مربعات مختلفة بكوين سي 3 تشيك كينج بي 8 كوين اي 5 تشيك كينج سي 8 كوين سي 5 تشيك كينج بي 8 وهنا فقط هيلعب بيشوب دي 7 طالب الكوين دي 6 تشيك ميت ولابد من اخذ الفيل لكن هيتلقى المات بكوين اف 8 تشيك والملك لا يستطيع التحرك ولابد من التغطية بالوزير لكن بعد كوين دي 6 تشيك لابد ان يغطي بالوزير والابيض بياخده بتشيك ميت ولذلك في هذا الموقف كارلسون سلم بعد ان تلقى هزيمة تكتيكية رائعة من كرامنك ولكن كارلسون لا ينسى ثأره ابدا فبعد 4 شهور من هذا الدور انتقم من كرامنك شر انتقام في دور اروع كثيرا حتى انه اخذ افضل دور في سنة 2009 وده اللي هنراه في الفيديو القادم
فإلى اللقاء مع فيديو صقر كارلسون القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.